السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتحدث أعزائي أولياء الأمور عن درس الأسماء التي تعد والأسماء التي لا تعد، هي الكاونتابل والأنكاونتابل ناونز. بالنسبة للأسماء التي تعد فيها مفرد وليها جمع، يعني بوك بوكس، تشايلد تشيلدرن، نايف نايفز، فوت فيت، مان من، توث تيس، في جمع شاذ وجمع عادي. الجمع العادي بضيف اس او اي اس للكلمة، وفي جمع شاذ زي تشايلد تشيلدرن. بالنسبة للأسماء التي تعد، الأسماء التي تعد المفرد منها ممكن أحط قبليه أداة النكرة أو آن، على حسب الكلمة بتبدأ بحرف متحرك أو حرف ساكن. بالنسبة للجمع بتاع الأسماء التي تعد بستخدم معها زيس وزوس في أسماء الإشارة الجمع قريب والبعيد، وطبعا بستخدم معها يوجد للجمع اللي هي زير آر وزير وير ماضي ومضارع، وبستخدم معها الفعل دو مش داز، وهاف مش هاز، وميني وفيو فيور ذا فيوست الأقل. بالنسبة للـ Uncountable Nouns الأسماء التي لا تعد ليس لها جمع إلا في حالة واحدة هنتكلم عنها، زي ميلك ده مفرد يعامل معاملة المفرد دائما عشان لا يعد، نيوز انفورميشن، لاجج باجج، نيوز يعني الأخبار. لازم ولي الأمر يركز مع الطالب على ان نيوز اجمعها ازاي، اجيب قبليها ادوات التجزئه زي ثري بيسز او بيتس اوف، يعني معناها قطع او بتدي معنى ثلاث معلومات ثلاث اخبار كده. بالنسبه للالعاب الرياضيه مفرد دائما ولا تعد، المواد الدراسيه لا تعد، كل ده بيعامل معامله المفرد. بالنسبه للمأكولات والمشروبات ميت ملك تي كوفي ووتر تشيز، كل ده مفرد ولا يعد. اسماء اخرى زي نيوز وانفورميشن وماني اكويبمنت وورك فرنيتشر لاجج بوليوشن، يعني التلوث، لاجج الامتعه امتعه السفر، فرنيتشر الاساس المنزلي، هاوس وورك هوم وورك، تايم برضه لا يعد، يعامل معامله المفرد. في ملحوظه هامه، ان في بعض الالعاب الرياضيه اخرها اي سي اس، او بعض المواد الدراسيه اخرها اي سي اس، ليه مفرد دائما لا تعد، زي اثليتكس الالعاب العاب القوى، وبرضو في فيزيكس اللي هي الفيزياء برضو لا تعد، تعامل معامله المفرد. اسماء الاشاره اللي هتيجي مع الانكاونتابل نونز الاسماء التي لا تعد، this وذات. بالنسبة لي يوجد أو كان يوجد في الماضي زير إز وزير ووز، برضو تاخد الفعل إز أو ووز داز هاز، وتاخد طبعا الدلالة على الكمية وليس العدد زي ليتل وماتش أو لس لزان طبعا أو زليست الأقل في المقارنة. وبكده يبقى انتهى درسنا للصف الثالث الإعدادي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.